آلاء خريجة كلية التربية، ما لقت فرصتها بالتعيينات الحكومية وما بقت تنتظر، لهذا قررت أن تفتح معمل خياطة بعد أن اكتشفت نفسها صاحبة موهبة بهذا المجال، طبعا بعد مساندة الزوج والأهل وخالتها وكل المقربين. أنا تربية إنسانية جامعة بابل قسم تاريخ، إحنا كلنا خريجين هنا، الكادر كله خريجين، أنا الكادر مالتي يعني قلت لك إحنا عائلة، فقط عند الخياطات أربعة عندي خارج العائلة مالتي، أنا وأخواتي والدتي بنت خالتي، إحنا كلنا عائلة هنا، كل وحدة عليها فد شغل. خالتي يعني هي قلت لك عليها اللي وياي بالمشروع، احنا الماديات ما كانت عندنا يعني قويه، بدينا ماديات بسيطه، فقلت خليني اجيب خياطات ما عندها امكانيه قويه بس انا اطلع من عندهم. الخياطات كلهن يعني شهادات، وشهادات عاليه مو شهادات عاديه، يعني من خلالكم اعطي رساله لكل انسانه مثلي، انسان او انسان، لا تنتظر شيء، اسعى، الانتظار ما راح يجيب لك شيء، انتظارته هواي. أنا أخوات آلاء شهلاء وزهراء أبرز المساندات لهذا المشروع وجزء مهم من عنده. زهراء مهتمة بقضية التزيين والورود، والجدير بالذكر أنها على أبواب الماجستير بتكنولوجيا المعلومات، أما شهلاء فهي المصورة والمهتمة بتسويق البضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على باب الماجستير بهندسة الكهرباء. أحب العمل الأكاديمي، تجي بس أبقى التصوير ما أعوفه، يعني أبقى التصوير ما أعوفه، يعني إنه الأختي يعني أكثر شيء، يعني أنا أحب أساندها بهالموضوع، يعني بحيث مكان ما تبحث عن مصورة تنطيها فد مبلغ مادي، يعني أنا أشتغلها وأفيدها، أفيدها مادياً هم من الحد ما يكبر مشروعها وأشوفها واقفة على رجلها، منا أقدر أسحب إيدي لو يعني اللي حد ما أشوفها إنه هي خلاص بعد ما تحتاجني يجوز أتجه. الناس ما كان متروح تستورد من الخارج، تركيا، دبي، الصين، ها، إيران، تجي تستورد من عندنا إحنا، تأخذ من عندنا إحنا، وعندنا كادر يعني أكفاء يقدرون يعني يمولونهم بهالشيء هذا. أنا يعني أملي يعني شو أقول لك، يعني كلش كبير بهذا المشروع، لأنه هو مشروع مثل ما يقولون تصنيع وطني، ها، يعني كادر عراقي، كادر بنات مبدعات، فأكيد إلى مستقبل. هواي من الرسائل الموجهة للحكومة العراقية لدعم المشاريع المشابهة لمشروع آلاء وعائلتها، ومن المفروض مع قلة التعيينات التوجه لدعم القطاع الخاص لتهيئة فرص عمل للشباب العراقي. من مدينة الحلة على فليفل، الرشيد.